رحنا إلى مخبز بقلب القاهرة، هنوريكم كيف تتم مراحل صناعة كحك العيد. أحد كعك العيد لو أيوة. كعك العيد، كعك العيد لو سمحت، كعكي كعكي اللي كان بيجي في عالم يفتح سمسم يا كعكي، أحد أقدم الطقوس المصرية الخالصة في تلك الأيام المباركة، لدرجة أن كثيرين يطلقوا على عيد الفطر عيد الكحك صح، والعيد الكبير اللي هو عيد اللحمة صح، عشان الأضحية صنفنا أيامنا والله. طيب والأيام اللي في النص إيش نسميها؟ ما بين اللحم والكعكة. هرجع أحكي قصة ولا بلاش؟ خلينا بعد التقرير. عادة ما يخشى الناس من التغيير، لكنهم في الأعياد والاحتفالات يسعون إليه، فاتخذت الطبيعة البشرية بين ذلك سبيلا، خصص الناس عادات تمارس لمرة أو اثنين كل عيد. حينما تبدأ شمس رمضان في المغيب يحزن البعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، يوم فطره ويوم لقاء ربه، والمصريون ها هنا يستعدون لاستقبال الفرحة الأولى، فرحة عيد الفطر، دعونا نجسدها في هذا التقرير، لكن قبل تجسيدها لابد أن نتذوق تلك الفرحة أولا. موعدنا مع واحدة من استعدادات المصريين لعيد الفطر، تناول الكعكة بمختلف أنواعه. أنا بختار مثلا البسكويت دايما عشان خاطر علبة الشاي الصبح، والكحك السادة بدون أي حاجة، والبيتفور والغريبة، دول اللي العيال بيحبوهم. أنت عارف دي من عاداتنا كمصريين كحك العيد. أنا عدد أسرتي أربعة، الأب والأم ولدين، وبناخد كل حاجة كيلو. إن صناعة كعك العيد في الأعياد والمناسبات عادة قديمة اخترعها القدماء المصريون وسموه بالقرص، وقد ارتبطت تلك العادة باحتفالات وأفراح الفراعنة، وقد امتدت هذه الصناعة من عهد الأسر الفرعونية إلى عهد الدولة الإسلامية ثم الحديثة وصولا إلى القرن 21 ويدي الحاج أحمد فودة التي احترفت تلك الصناعة. ورث عن عمامي وعن والدي وعن مش أنا النهاردة ابن المهنة، لا ده أنا أساس المهنة. المهنة دي عاوزة قوة استحمال غريبة جدا، احنا بنبقى واقفين في وسط نار وفي وسط ولعة وفي وسط سخونية وفي وسط ونستحمل في جو الحر دوت. اقف يعني اشتغل معاهم هنا واعمل بسكوت وعبي بسكوت وابيع يعني. باجي هنا عشان بيعملوا حاجات حلوة، بشوفهم هم بيشتغلوا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كان رمضان قبل اللي فات، لا كنت قبل رمضان يعني، كنت بشوف الناس وهم بيشتغلوا، فكنت بستأذن عم أحمد إن هو أنا أساعده في الشغل، فساعدته واشتغلت وفي نفس الوقت كنت مبسوطة ساعتها. الحاج أحمد يصنع العديد من أنواع الكعك ويبتكر في توليف تشكيلة المكسرات. أنواع الكحك الموجودة في المحل بيبقى كحك معمولة وكحك اللي هو بتاعنا. المعمولة ده بيتعمل بدقيق سميد بسبوسة، المعمولة بتبقى محشية مكسرات بندق فستق عين جمل، بيبقى فيه بيتفور غريبة، بسكوتات أنواع نشادر قطعات لوكس، ده أنواع البسكوتات. في أنواع دخلة جديدة زي الشكلمات، في بيدخل ملبسات في العيد برضو، بيدخل أنواع من الملبسات. الناس في مصر إما أن يقوموا بصناعته في المنازل أو يبتاعونه جاهزا من الأفران، المهم أن يأتي العيد فتتغير ملامح حياتهم في هذا اليوم، ملابس جديدة وطعام مختلف. عمرو أبو جبل، صباح مساء. تفتكر الكم علبة اللي شايلهم عمرو دول يجيبوا فلوس قد ايه؟ يعني لا والمن وداهم؟ لفين وداهم؟ لانه الكعك السنه دي غالي يعني، فعلا في طفره في الاسعار حصلت. صح. وطبعا هو بيتراوح من مكان لمكان، من ماركه لماركه، من لان بقى في مصانع كتير بتصنع الكعك، كمان من على الحشو اللي فيه الحاجات، بس هو فعلا حصلت طفره. صح، ما ارتفاع المواد الغذائيه كلها سينار، بالتالي لازم، بس في كثير من الناس تصرف نفسها انه تعمل الكعك في البيت، بسمنه قليله مش عارف ايه، فحلو ان العادات ترجع بشكل ثاني. ما حتى ليه فرحه ليه طقوس يعني. اي والله.